مشكل من الناحيه. الحسين الحسين بن ياس بحالي انا بالي مع الوالد ديالك ياسين بن ياس. انت فنان طبعا، الاب ديالك هو الفنان الكبير اللي كنحبوه كثير الفكاهي الحسين بن ياس، وانا ما كنعتبروش فكاهي، كنعتبرو كذلك انسان كيعطي حلول، حتى هو كيهضر على مشاكل الشعب المغربي ومصلح اجتماعي بين قوسين. كلمه شويه تقدر ما تكونش ما تشرحش كل شيء، ولكن فعلا انا ما كنعتبر الفكاهيين عندهم رساله نبيله كيوجهوها. ياسين انت هو اختار الفن ولكن نوع اخر ديال الفن اللي هو الغناء. رجعتي من الولايات المتحده الامريكيه سنه 2005 ومن بعد جيتينا باغنيه فولين. فولين فولين يعني طايح. علاش طايح انت؟ على راسي. فولين ان لوف. فولين ان لوف. سيتين استوار دامور اللي عشت وكتبت عليها اغنيه وكتعاودها طبعا. وفي هذه الاستوار دامور شكون تلاقيتو طبعا بجوج، ولكن ملي كيجي تفارق هو دائما ناس كيقولوا تفارقنا بجوج لان طبعا كان هناك اتفاق مسبق. ما تفاهمناش، كنا غادي تل واش سير ما تفاهمتوش ولا شي واحد؟ لا لا ما تفاهمناش، لا شي حوايج ما تفاهمناش فيهم طبعا. وهذيك العلاقه طبعا ما توجدش بزواج، انت كنضاف الدوزي في اللائحه. انا بغيت نعرف، انت كتشتغل في الميدان الموسيقي منذ وقت طويل جدا وعندك خبره كبيره، وانت من احسن عازفي الجيتار اللي كاينين. هادو اشياء اعترفوا لك بهم فنانه كبار، ما بغينا نهضروا على الفنانه الكبار بين قوسين. علاش دابا عاد لونسيتي اول سينجل؟ يعني عاد طرحتي اول سينجل ديالك؟ كنت خدام. كنت معطل متفقين، ولكن شنو اخر؟ كنت خدام مع دوك الناس، تيفوا ما عطيتش وقت لراسي حتى مؤخرا. عاد من اقتراح هذوك الناس نيت دوك الفنانه قال لي فوالا دير ودير دير دير شويه في راسك تيفوا. سو داك الشيء علاش قررت ندير بريمير سينجل ديالي ونشق الطريق طبعا. انا كنت